بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنبدأ مع بعض أول حلقات دروس تعليم البورتريه. البورتريه أو الوجه هو من الحاجات المهمة جدا في الرسم، ومن الحاجات اللي بتعلمنا حاجات كتيرة جدا في الرسم. في عندي قواعد وخطوات للمبتدئين أمشي عليها، في عندي نسب جمالية أمشي عليها، تمام؟ طبعا النسب ديت مش قاعدة حكم ماشي أو قاعدة ثابتة قوية أمشي عليها قد ما هي نسب جمالية، هي موجودة في كل الناس بس بتختلف من واحد للتاني بفروق بسيطة جدا 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 تكاد لا تذكر، تمام؟ نبدأ على طول. أول حاجة البورتريه عندي أو الوجه هاخده من الفيس اللي هو المقابل بتاعي. أول حاجة عندي بيبقى الوجه عبارة عن شكل بيضاوي، اي وجه في الدنيا عباره عن شكل بيضاوي. بيقسم الشكل البيضاوي بتاعي خط في المنتصف، في منتصف الشكل البيضاوي بالظبط ابدا اعمل خط اقسم الشكل البيضاوي بتاعي نصين، وابدا اقسم الشكل البيضاوي بتاعي لثلاث اجزاء متساويه. تمام، وليكن ده واحد وده اتنين. تحت كل خط مسافة تلت وتلتين للشكل نفسه، أبدأ أخد خط تاني وليكن ده تلاتة وده أربعة، تلت كده وده تلتين، تلت تلتين. تمام، دي النسب الأساسية اللي احنا ماشيين عليها، النسب الجمالية اللي هي ثابتة معايا، ودي تقريبا حطها الرومان لأن الرومان كانوا بيهتموا بالجمال أكتر، يعني مثلا عكس الحضارة الفرعونية كانوا بيهتموا بالقوة، فكانوا دايما بيرسموا الشخص بالبروفايل لأن البروفايل هو من أهم الزوايا اللي بتبين ملامح الشخص وتبين الشبه. لكن الفيس كان دايما الرومان بيهتموا بالناحية الجمالية، الأنف المدببة القيصرية، العين اللي مش عارف ايه، وحطوا نسب جمال مثالية قوي في اللي هي آلهة الجمال اللي هي فينوس وأفروديت. نكمل مع بعض. الرقم واحد الخط اللي فوق بيبقى عندي فيه الحاجب، طبعا شكل الحاجب بيختلف من شخص للتاني، وتقله تقل الحاجب أو سمكه أو كثافته بيختلف مثلا من الراجل للست وهكذا. ده الخط اللي فوق. الخط اللي تحت الحاجب على طول العين، ما بين العين والعين عين تالتة، بمعنى لو أنا خدت المسافة من أول العين لآخرها وليكن في الرسمة عندي طلعت 5 سنتي، المسافة من هنا لهنا 5 سنتي مثلا، هيبقى المسافة من أول العين هنا لحد بداية العين التانية 5 سنتي، وأبدأ العين التانية لنهايتها 5 سنتي، ما بين العين والعين عين تالتة. تمام، طيب الأنف على الخط رقم 2، قلنا ده رقم 3، ده رقم 2. خط اللي تحت العين برسمها ازاي الأنف؟ أول حاجة بعمل 7، تمام، 7. طبعا ده مع اختلاف رسمة الأنف من إنسان للتاني، يعني دي مش الاساس، ده اللي هو الهيكل او العمدان بتاع المبنى بتاعي، ده عمدان البيت، ده عمدان البورتريه. بحط 7 وباجي من هنا جنبها بنزل بخط من عند بدايه العين، وبنزل بخط تاني من عند بدايه العين، وبحط 7 صغيره و7 صغيره. ادي الانف. خطوط الانف من هنا ومن هنا في الوضع الفيس او وضع المواجه ما بتترسمش، هي بتيجي بالظل والنور بتاعي. تمام،
بتيجي بالظل والنور. يعني ما بتترسمش، ما بعملش خط، لا هي بتيجي كلها ظل ونور. تمام. وابدا طبعا لما باجي ارسم بورتريه انا بحط الشكل بتاعي، وببدا بقى احط مثلا في واحد مناخيره مدوره شويه، واحد مناخيره مدببه من هنا، ايا كان الشكل بتاعي، واحد مناخيره مثلا مقسومه نصين من هنا، ايا كان الشكل انا بحط الهيكل بتاعي، النسب الجماليه بتاعتي، وبعدين ابني عليها ملامح الشخص اللي انا عايزه. تمام. الخط الاخير اللي هو رقم 4 ده بيبقى قاسم الفم نصين، بحط فوقه 7. تمام. فوق الخط 7، وانزل من عند نني العين بخط وهمي، من عند منتصف نني العين بخط وهمي، ده نهاية الفم بتاعي. تمام. اهو. وبرضو ايا كان شكل الفم، ايا كان الشكل، انا برسم عبارة عن اساسيات رسم. الشفة اللي تحت زي خطوط الانف بالظبط، ما بتترسمش، انا بس بحط كتلة غامق، انا بس هحددها لكم كده يا دوب. تمام. لكن هي ما بتترسمش، هي بتيجي هنا تحت وبعد كده الدق تبدا تظهر معايا، يعني هي بتفصل في مسافه غامقه ما بين الشفه وما بين الدقن، فهي دي ايه، بتظهر لي الشفه اللي تحت. تمام. وغالبا في التظليل برضو للعلم، عشان بتبقى الدنيا واضحه، تبقى الشفه اللي فوق بتبقى اغمق من اللي تحت، فبتيجي ظاهره الشفه اللي تحت طبيعي اهي من غير ما ارسمها اهو. لما اعمل الغامق بتاع الشفه اللي تحت اللي هو بيرمي على الدقن، واعمل الشفه اللي فوق غامق، خلاص هي الشفه ظهرت. كده بقى ايه في الوجه اللي هو الفيس، الاذن. الاذن عندي القاعده بتقول ان انا ببدا بخط من عند العين، وفي النحت بيقولوا ان ما بين العين ديت وما بين الاذن في عين رابعه، في عين كمان كده، بس طبعا ده في النحت، او احنا بنجيبها بالرسم اسهل، احنا بنجيبها بالرسم بالالوان والتلوين، او الظل والنور بيجاب معانا اسهل من النحت شويه. تمام. بطلع فوق لحد قبل خط الحاجب، وابدا انزل لحد خط الانف اهو. تبقى دي نهايتها ايه اهي. تمام. والناحيه الثانيه نفس النظام، بطلع من هنا وابدا الف وبيطلع بقى الشعر معايا، او شكل الشعر لو ولد بعمل له السوالف بتاعته. الشكل بتاعي لو عنده هو مثلا الفك بتاعه عريض، الوش بتاعه مسحوب لتحت، ايا كان الشبه بتاعي اقدر اتحكم فيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنوني في الفيديو الجاي هنتكلم عن البورتريه البروفايل والتور وقار ان شاء الله في اللي بعده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش دعمكم ليا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم.